فريق البناء. يا له من منظر مبهج! مدينة السيارات مضيئة بالكامل وجاهزة لاستقبال عيد الميلاد. فريق البناء مستمتعون أيضاً بذلك. مرحباً أصدقائي، هل أنتم متحمسون لعيد الميلاد؟ صحيح شارلي، لقد تحرك هذا الغصن للتو. هل من جني هنا يقوم بتغليف الهدايا في مدينة السيارات؟ انتظروا! سوزي؟ هل هذه أنت؟ يبدو أن لديك الكثير لتفعليه قبل يوم عيد الميلاد. سوزي، شارلي يقول أنه بإمكان فريق البناء مساعدتك، هل تودين ذلك؟ واو، إنهم ذاهبون لبناء آلة لف الهدايا. جاهزون للبناء يا رفاق؟ لقد انتهينا من قاعدة الآلة. هل يمكنك تثبيت الحزام الناقل شارلي؟ لا، يبدو أن الحزام الناقل ثقيل على شارلي. شارلي توقف، هذا ليس الحزام الناقل أصلاً، إنه أحد عجلات إدغار الجرارة. نتمنى أن ننجز الخطوة القادمة بسرعة. عمل جماعي رائع أصدقائي، آلة تغليف الهدايا ستكون جاهزة فوراً. ممتاز! الآن لنقم بوصل هذه المكعبات بالأنابيب. هذا مكانه تقريباً إيثان. إلى اليسار قليلاً، إلى اليمين قليلاً. ممتاز! يبدو أنه ينقصنا شيء، أليس كذلك؟ إدغار، لقد وجدت ما نحتاجه فعلاً. حان وقت اختبار آلة تغليف الهدايا. يبدو أن هذه الهدية ليس عليها عقدة. حسناً، أعتقد أننا وجدناها إيثان. أحسنت عملاً إدغار، لقد انتهت مهمتك. هذا مذهل! كان هذا سيأخذ من سوزي وقتاً طويلاً لإنجازه. بالمناسبة، يفضل أن نقوم بإرجاع الهدايا لسوزي فوراً. لقد تم تغليفهم بالكامل.
الجوائز محقة. شكراً لكما إيثان وإدغار. سانتا سيقوم بجمع الهدايا وتوزيعهم على الصغار وربما على بعض الكبار أيضاً. فريق البناء. مرحباً تايلر، كيف حالك اليوم؟ حسناً، أفهمك. شارلي، إيثان، إدغار، تايلر يحتاج مساعدتكم في مهمة بناء. هل تودون معرفة المزيد عن المشروع؟ حسناً تايلر، ما هي مهمتنا اليوم؟ أوه، حفرة كرات جديدة للملعب. هذا ممتع. سوف نقوم ببنائها تايلر، ولكن يجب أن تعدنا بأنك لن تكون مزعجاً بعد اليوم. هيا لنبدأ يا فريقنا. هذا مشروع صعب يا رفاق، يجب أن تعملوا بروح الفريق جميعاً لإنجازه. حسناً، هذا جميع ما تحتاجونه أيها الفريق. الخطوة الأولى، قوموا بعمل حفرة مربعة في الملعب على مدخل الزلاقة. الخطوة الثانية، قوموا ببناء جدار داخل الحفرة. الخطوة الثالثة، قوموا بملء الحفرة بالكرات. حسناً إدغار، في البداية نحتاج أن نقوم بحفر الحفرة لنرى ما يمكننا فعله. ممتاز إدغار، أحسنت صنعاً. الآن إدغار وإيثان، هل بإمكانكما تنظيف مكان العمل؟ عمل جماعي رائع أصدقائي. هذا يبدو مذهلاً. الآن نحتاج أن نقوم ببناء جدران الحفرة. انظروا إلى مواد البناء هذه. ماذا نحتاج منها لمشروعنا؟ لن يكون الحبل قوياً بما يكفي لهذا المشروع إيثان. هل من خيار آخر؟ الأسمنت سيحتاج وقتاً طويلاً لتجهيزه شارلي. أنت محق إدغار، هذه القطع البلاستيكية هي بالضبط ما نحتاج، وجوانب القطع في الأعلى ستسهل علينا الخروج من الحفرة. فكرة جيدة. هل بإمكانك وضع هذه القطع البلاستيكية حول الفجوة حتى تقوم بدعم حفرة الكرات؟ حسناً شارلي، أحسنت عملاً. تعال لنلقي نظرة هنا إدغار. عمل جماعي رائع أصدقائي، انظروا إلى نتيجة عملكم، إنها مذهلة. حفرة الكرات تأخذ شكلها النهائي الآن. كل ما علينا هو وضع الكرات. أوه يا إلهي، كيف نسينا الكرات أيها الفريق. لنتصل بهكتور الطائرة المروحية. أنا متأكدة أنه يمكنه إحضار الكرات إلينا. هكتور، نحتاج مساعدتك. هل بإمكانك إحضار بعض الكرات الملونة لفريق البناء؟
ممتاز، لقد أحضرت بعض الكرات. مرحبا هكتور، نحتاج هذه الكرات لاستكمال المشروع. هل بإمكانك إنزالها للحفرة؟ أوه عزيزي إدغار، ادفع هذه الكرات قبل أن تبتعد. شارلي، إيثان، هل بإمكانكما مساعدته؟ شكرا جزيلا أيها الفريق، لقد أنجزنا المهمة بنجاح. مرحبا تايلر، ما رأيك في حفرة الكرات الجديدة؟ الآن لا تنسى أنك وعدتنا أنك لن تكون مزعجا بعد الآن. أحسنتم صنعا جميعا. تايلر لن يؤذي أحدا بعد الآن. لقد أنجزنا المهمة بنجاح لأننا عملنا بروح الفريق. شكرا لمساعدتك لنا هكتور. نراك لاحقا. نراكم في المرة القادمة.